انضمام 3 ضباط لاعتصام أمناء الشرطة بأسيوط. تل أبيب، تصريحات ليبرمان حول خطر مصر على إسرائيل أخرجت عن سياقها. مستشفى الدمرداش بمحيط العباسية يغلق أبوابه وسط غضب المرضى والأهالي. توقف اشتباكات العباسية وقوات الجيش والشرطة تنتشر في المنطقة. مصادر، استئناف العمل بالسفارة السعودية الأسبوع المقبل والسفير يعود السبت. 7 أحزاب تقاطع اجتماع المجلس العسكري احتجاجاً على أحداث العباسية. دعوة للاعتصام أمام المنطقة الشمالية بالإسكندرية رداً على أحداث العباسية. أبو الفتوح يرسل فريقاً طبياً لميدان العباسية ويعلق حملته حتى إشعار آخر. الجنزوري يجتمع ب4 وزراء قبل اجتماع الحكومة. الصحة، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات العباسية إلى 9 ضحايا.